بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول أمين. أما بعد، ازيكم يا شباب؟ إن شاء الله هنكمل المحاضرة 16 من محاضرات الباوربوينت النهاردة، وهنكمل فكرة الليارات أو فكرة ترتيب الصور فوق بعضيها اللي إحنا بنسميها الأرينجمنت أو بنسميها الليارينج. وكمان هنشوف فكرة لو أنا عندي صورة فيها خلفية إزاي أحاول إن أنا أشيل الخلفية ديت اللي هي الريموفينج باك جراوند بتاعة الصورة. طيب، آخر مرة وقفنا لحد العرض التقديمي دوت، أو وصلنا للنتيجة ديت وشفنا موضوع الإفكتس اللي كانت موجودة على الصور، تمام كده، وعملنا شريحة الفات ديت. تعالى النهاردة هنعمل شريحة جديدة، هنعمل كليك يمين نختار شريحة جديدة ونكمل. هنقول مزيد من الأعمال، مزيد بالعربي، مزيد من الأعمال، تمام. وهننزل تحت هنا وهنبتدي نعمل الدروج، تمام، للصور. نقول له من الجهاز، وهنيجي في تقريبا الان، احنا حافظين ملفاتنا في الان تبع تمارين الباوربوينت اهي. وهنيجي هنا في تقديم العروض التقديمية، الملفات المساعدة، وهناخد مثلا الأربع صور دول، هذه صورة 2 3 4، هنعملهم ايه؟ دروب، تمام. هنبدأ نشيل الحاجات دي، نصغر بس الصور شوية شوية، تمام كده. ولكن هنا عشان نشوف نعمل ايه، دي صورة تانية، ادي صورة تالتة، ادي صورة رابعة، تمام. نفرض مثلا ان احنا عاوزين نحط الصورة دي هنا، والصورة دي هتبقى قدام الصور دي، والصورة دي فين؟ في خلفية الصورة دي. لاحظ هنا طبعا انا بستخدم سمارت جادي، فعملت ايه؟ محاذاه. لاحظ الصوره دي فين؟ الصوره ديت قدام الصوره دي لكن خلف الصوره دي، تمام كده. انا عاوز اجيبها للامان، بعمل عليها كليك يمين كده، هتلاقي في امرين هنا، واحد اسمه احضار الى المقدمه، والتاني اسمه نقل الى خلفيه، اللي هي برينج تو فرونت تقريبا وسند تو باك، تمام. احضار الى المقدمه، برينج تو فرونت، ونقل الى الخلفيه اللي هي سند تو باك. تعال نعمل احضار الى المقدمه، هتبص تلاقي الصورة دي أصبحت للأمام من الصور التانية ديت، تمام. لو حبيت أبعت ورا خالص، هعمل عليها كليك يمين برضو واختار نقل إلى خلفية اللي هي سند تو باك، اللي هي كده. هتبص تلاقي الصورة ديت أصبحت في خلف، يعني خلف الصور التانية. يبقى أنا متحكم، ممكن أتحكم في عملية التقديم والتأخير بتاعة الصور، أو ترتيب الصور، أو اللايرنج بتاع الصور عن طريق كليك يمين، واختار يا إما أحضر المقدمة يا إما نقل إلى الخلف. هعمل ده ديت نقل الخلف، وهعمل دي كمان نقل إلى الخلف، تمام، بحيث تكون عند الصوره دي هنا ودي الصوره دي. تعال ناخد الصوره دي الثانيه ديت، هبص لا الصوره ديت مثلا جايه بالطريقه ديت، نكبرها شويه، تمام. لو حبيت اجيب الصوره دي الامام برضو، هعمل نفس القصه، هعمل كليك يمين واختار احضار الى المقدمه، اصبحت الصوره دي في مقدمه الصور دول، تمام. تمام، طبعا انت على حسب ما تروح عليك وعلى حسب التنسيق اللي انت بتعمله، فانت بتشوف الموضوع ده هيمشي معاك ازاي. انا شايف ان انت ممكن نخليهم كده، مفيش مشكله. ناخد ديت وناخد دي وناخد دي وناخد ديت، ونبتدي نظبطهم فين؟ في النص، عن طريق طبعا مفتاح شيفت والتحريك. وطبعا انت ممكن برضو تعمل تحريك بالاسهم، يعني ممكن تحرك يمين شمال فوق تحت زي ما انت عاوز عن طريق الاسهم، تمام كده. بكده نكون ظبطنا ايه الترتيب بتاع الصور على حسب ما احنا ايه ما احنا عاوزين. طيب، ايه كمان عندنا؟ عندنا مثلا حكايه ازاله الخلفيه من الصور. تعال نيجي نعمل شريحه جديده، كليك يمين نختار شريحه جديده، وهنكتب هنا اعمال اخرى، تمام كده. ونيجي هنا في المكان دوت نعمل ادراج برضو لمجموعه من الصور عن طريق ادراج وصور وهذا الجهاز، وهنختار الصوره ديت والصوره دي، هنعملهم ادراج يا جماعه، تمام كده. دي صوره كبيره اهي، والصوره الصغيره دي، ملاحظين ان الصوره عشان ليها خلفيه مغطيه على الصوره دي، صح ولا غلط؟ طب افرض انا مش عاوز كده، عاوز اشيل الخلفيه ديت، هل في الباوربوينت حاجه تعملي كده؟ اه، في. هنيجي هنا نحدد الصوره ونخش في تنسيق الصوره، وهنلاقي الزرار الاولاني اللي هو اسمه ازاله خلفيه ده، لو ضغطت عليه بالشكل دوت هيفتح لي الجزئيه دي، بيقول لي الحاجات اللي هي متعلمه باللون البامبي دوت او اللون الفضاحي ده، تمام كده، هي اللي تكون شفافه، تمام. وغير كده هيكون ايه ظاهر، يعني الجزئيه دي ظاهر.
طيب افرض انا عاوز اضيف المنطقة شفافة، شايفين في حاجة اسمها وضع علامة المناطق الواجب حفظها، النقطة ديت ونحدد كده، بص لا دي ظهرت، حدد كده ظهرت، دي ظهرت، دي ظهرت، حدد كده، اسحب احدد يعني ظهرت اهي، دي كمان، دي كمان، طبعا دي مشكلة في الدايرة بتاعتها دي، هتحاول بقدر المستطاع انك تمشي عليها قد ما تقدر. طبعا كل ما كان بدقة كل ما كان احسن، تمام، عشان في حتة بس مسيبهاش، فانا بحاول اهو اهي، ايه رأيك ناخد الحتة اللي جوه بالمرة؟ طبعا هي عملية عاوزة بورصة شوية، بس ايه يعني مع الشغل تيجي معاك الفكرة، بس انت بتسحب القلم دوت وهو بيضيف لك ايه باقي المناطق تقريبا يعني، اهو شافهم كده كويس. طيب بعد ما خلصت كده يا جماعة بعمل حاجتين، يا اما اتجاهل وارجع للوضع اللي كنت عليه الاول، يا اما اعمل حفظ. طبعا فاحنا عاوزين نعمل حفظ لهذه التغيرات، يبقى اصبح الجزئية دي شفافة بالنسبة للجزئية التانية، شايفين كده اهو الجزئية اصبحت ايه ظاهرة اهي، تمام كده، تمام. يبقى انت هنا ممكن عن طريق الزاد الخلفيه دي تقدر تشيل الحتت اللي هي مش مرغوب فيها، بس الموضوع عاوز شويه تدريب عشان في صور زي كده ممكن تكون صعبه بالنسبه لك ان انت تمشي فيها، فلازم تكبر وتبني تمشي القلم حته حته لحد ما توصل النتيجه اللي انت عاوزها، او ان انت تستخدم برنامج محرر للصور يوفر معاك كتير زي مثلا برنامج فوتوشوب، بتشيل الخلفيه وتحفظ الكلام ده بي ان جي ويبدا معاك زاد الخلفيه يكون تمام. بكده نكون خلصنا المحاضرة بتاعتنا النهاردة، والنهاردة اتعرفنا على موضوع الترتيب اللي هو كليك يمين نختار احضار الى المقدمة ونقل الخلفية، وعرفنا كمان ازاي ان احنا نقدر نعمل ازالة الخلفية عن طريق ازالة الخلفية هنا، تمام كده، ونتخلص من الجزء اللي احنا مش عاوزينه اللي هو جزء البامبا دوت، بحيث ان الصورة تقدر تتخلص من الخلفية بتاعتها ونحن نتحفظ كافة التغيرات، وكده تكون الخلفية بتاعتك اصبحت ايه شفافة، بحيث لو انت استخدمت موضوع الترتيب ده ما يشكلكش ايه عائق او مشكلة. بكده نكون خلصنا الحلقه دي النهارده، يا رب تكون عجبتكم، اذا عجبك الفيديو تعمل لي كومنت لايك شير دي، واذا عجبتك يا ريت تعمل لي سبسكرايب داخل القناه، واكون لك متشكرين. كان معكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناه مصطفى الزويدي للمحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.